احتفاء باليوم العالمي لحقوق المؤلف انطلقت بطنجة قافلة حماية الملكية الفكرية التي ستجوب مختلف مناطق المملكة وستصل في آخر المطاف إلى مدينة العيون. القافلة تهدف التحسيس بأهمية صيانة حقوق المؤلفين والمخترعين والتعريف بسلبيات أعمال القرصنة بمختلف أشكالها. سعيد كبريت ورشيد برحو. من حماية حقوق الملكية التجارية والصناعية إلى مكافحة الاعتداء على ثمرات الأفكار الإبداعية والمصنفات الأدبية والفنية، غاية ضمن أخرى تستشرفها القافلة في حملتها التحسيسية جراء النتائج الفادحة المترتبة عن استعمال المواد المقلدة والمقرصنة. المغرب يريد أن يقدم أن يلعب دورا متميزا في حقل الإبداع الفكري وفي إغناء الثقافة العالمية، ولا يتم ذلك إذا ما اقترن اسم المغرب بظاهرة مشينة هي ظاهرة القرصنة وهي ظاهرة الاعتداء على حقوق المؤلفين وعلى الملكية الصناعية والتجارية كذلك. أهمية القافلة أنها غير مركزية بتتعاطيها مع كل الجهات والمناطق في المغرب، وتأخذ موضوع متخصص في كل منطقة قد يكون أكثر موضوع يعنيها، فتقرب وجهات النظر بين أصحاب الحقوق والمستعملين. في زمن المدونات الإلكترونية وتدفق المعلومات عبر قنوات إرسال تكنولوجية جد متطورة، بات التصدي لظاهرات الاستنساخ وتحيين القوانين وتعديل التشريعات ضرورة مغربية حتمية. سياسة المغرب في مجال الملكية الفكرية تبدأ أولا من وعي الحكومة والفاعلين الاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني بأن تصبح الملكية الفكرية قادرة للتنمية. الكل معني بأهمية احترام حقوق الإبداع وكيفية الاستفادة من خدمات نظام الملكية الفكرية. يجب على بلدنا، على مقاولاتنا ومخترعين أن يعرفوا حقوقهم وما تحمله لهم الملكية الصناعية وحقوق تأليف من إمكانيات للتنمية. وقفة معدات لتقييم الحصيلة وتطوير شروط الإنتاج وصيانة الحقوق والالتزام باتفاقيات دولية، مضامين كبرى تطلع بها مهام هذه القافلة.